السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد عن ديانات فنانين العرب. آخر فنان سوف يصدمك. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفنان عاصي الحلاني، الديانة مسلم. الفنانة هيفاء وهبي، الديانة مسلمة. الشاب خالد، الديانة مسلم. الفنانة دينا حايك، الديانة مسيحية. الفنان وائل جستار، الديانة مسلم. الفنان نور الشريف، الديانة مسلم. الفنانة أمل حجازي، الديانة مسلمة. الفنان هاني رمزي، الديانة مسيحي. ديما جندلف، الديانة المسيحية. الفنان مصطفى قمر، الديانة مسلم. الفنان عابد فهد، الديانة مسيحي. الراقصة صافي ناز، الديانة مسيحية. الفنان فريد الأطرش، الديانة درزي. علي جابر، الديانة مسلم. الفنان لطفي لبيب، الديانة مسيحي. أنوشكا، الديانة مسيحية. سعد المجرد، الديانة مسلم. الفنان باسم ياخور، الديانة مسيحي. الفنان عمر الشريف، الديانة يهودي أسلم.